من منا لم تصله رسالة نصية أو إيميل عبر بريده الإلكتروني محتواها أنه فاز في مسابقة لم يشارك فيها أصلا أو هيبة من دولة إفريقية؟ مظاهر أضحت تتكرر خاصة مع التطور التكنولوجي. أردنا من خلال هذا التحقيق أن نسلط الضوء على هذه المظاهر، أمور لأول مرة ستكتشفونها معنا. تابعونا. قمنا بالبحث في مختلف المنتديات عن حالات تعرضت إلى عملية نصب واحتيال من قبل أرقام تقوم بإرسال رسائل نصية، وكم كانت دهشتنا كبيرة حين اكتشفنا الكم الهائل من الحالات التي تعرضت لهذه التلاعبات. قمنا بالاتصال ببعضها. هنا رواية بشير من العاصمة، أحد الضحايا الذي خسر ما قيمته 5 ملايين سنتيم. الحالة التي ستستمعون إليها الآن تعتبر من أقوى الحالات التي صادفناها في تحقيقنا. ليش دو بالك 36 مليون؟ أنا قلت لي 36 مليون. ما دي حاجة أبريكات مو كيف جاتك أنت دي سيدي تقول سيبو مو هنا جاغيت سيبو ما نكملش النمبر دو بوان ما جاب ولو 65 مليون دو بوان ما جاب ولو ودرك يا جاتني الفيقه مي او ميم طون كنت نكتب اتصل مع الجماعه وكل واحد واش يقول. واحد يقول لك عندي 30 مليون دو بوين، واحد يقول لك عندي 20 مليون دو بوين، واحد 16 مليون دو بوين. كنا نكتبوا سيتي بريفي باش زعما نقدموا شكوى. مي افيك لو طون قلت لك بداو ينسحبوا. ما انا قلت لك ثاني، قلت لك قبل انا انسحبت جيكوم ان ايرور سلكتها غالية. في غالب الحالات أولا أنه الضحايا لا يبلغون هذا الجرائم، وحتى في حالة البلاغ تبقى هذه الجرائم حبيسة أدراج مصالح الأمن من الشرطة والدرك. لماذا؟ بشير أراد أن يتوصل إلى مصدر هذه الرسائل، ويبدو أنه قد توصل إلى الشركة صاحبة الرقم 66012. سبت كنزا تيليكوم، اذا كنزا تيليكوم سا اكزيست لو سياج تاعهم في الجي اي ومقريت في 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 دون دوتر سيت بلي ما كاش كاين اللي راحوا للمقر هذا وما صابوش الاخر ورقم الهاتف ما يجاوبش. اردنا ان نتاكد من هذا الامر، فبحثنا عن دفتر الشروط الذي وضعته هذه الشركة في موقعها الإلكتروني. أخذنا العنوان المشار إليه في الدفتر وتنقلنا إلى المقر المزعوم في إحدى ضواحي العاصمة. محافظ حسابات. العنوان ليس للشركة المزعومة بل لمكتب خاص بخبير في المحاسبة. سي هما يكونوا جوك ديكا نيجاتيف باسكو هنايا ديجا هبلونا. قال لك والله قال لك ديكا كوم ارناك
الشركه عندها 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 ان اغريمون من عند لا ار بي تي لاجونس دو ريغولاسيون دي بوست تيليكومونيكاسيون. سي تري غراف. C'est très grave qu'une agence qui donne des autorisations blâme tchouf charahi dir flan ou charahi dir flan. C'est très très grave. من الشروط الضرورية وضع رقم هاتفي يسمح للمستعملين بالاتصال بهذه الشركة. اتصلنا بها، هكذا كان الرد. لم نتوقف عند هذا الحد، تمكننا من التحصل على رقم هاته الشركة. قمنا بتقمص دور اللاعب واتصلنا بهم. ألو، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام، سي كنزة تيليكوم؟ وي مسيو. وي سي محمد من ألجي سنتر. فوالا، جوست نسقسيك باسكو جي جوي في لو جو تاعكم 66012. Oui monsieur, mais خلاص le jeu, ça fait presque un mois où درنا le gagnant, on a déclaré le gagnant, il est dans la voiture. Il y a un seul gagnant pour une seule voiture. Un gagnant, là où il a eu de tout ça. Donc, ما كاش ما يكونش un autre jeu ou là? Il y a un autre jeu, enfin, je sais pas, il y a mis وقتاش لنديرو, mais qui يكون monsieur, انا نبعت tous les messages, on va d'ailleurs pas mal فهموكم comment ça se passe. نتقسيك برك مدام, parce que qui لحقنا un message, il يقول لك bravo, vous avez gagné une voiture, ou c'est... Non, c'est des messages encourageants, pas plus, monsieur. Nous, les gagnants, automatiquement, nous appelons par téléphone, selon le nombre de points. Nous avons le plus grand nombre de points. Ah, parce que j'ai presque dépensé 25 millions de centimes. Là, on va dire que... Et plus que vous, monsieur. L'idée de la voiture, il a dépensé la moitié de la voiture. Ouf, le règlement, comment on peut rembourser? Est-ce que c'est vrai ou là? Non, هذه ولا ما على بالي ميسيو. Aucune idée pour l'instant, يعني je sais pas, mais je pense pas pour le remboursement. Parce que l'article 17 il est clair, مكتوب فيه بلي vous pouvez rembourser l'argent, كاين des critères à faire. Donc ولا ما على بالي ميسيو, aucune idée. On peut pas se déplacer pour se renseigner parce qu'on est un groupe d'amis, bien on se déplace. Où نجي exactement? وين نقدروا نجيو عندكم? Non, on reçoit pas monsieur. Donc ما نقدرش نعطيك يعني. Dommage. Donc il y a pas moyen de se déplacer là comme. Non monsieur, non. Puisque le gérant il reçoit pas monsieur. OK, merci. بارك الله فيك. لا يسمك مسيو. لا ما ميرسي بزاف. في هذا السياق تلقينا حضرات العديد من الاتصالات حول رقم في الجزائر لو 66012. يعني سماوه لو 66012 قال لكم غوسوا دي اس ام اس ربحت 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 ربحت. ومام يزون ديتيكتي سور انترنت كي حاولوا داروا لي ريشيرش صابوا بلي سي سوسيتي يعني سموها سي لو نو سي كنزة تيليكوم هي اللي تقوم بهذا العمل. يعني هل تلقيتوا ربما هذا فوالا سي اون افير كي اون كور دونك بور نو با يعني باش ما نطرقوش الامور اللي تاع سريه التحقيق